السلام عليكم، معكم مروان جيمو على مغارب نيوز. انا جيت فرحه اليوم وسعيده انني متواجده اليوم معكم في مسكافطون 2021. دونك مشاركتي جات باغ انستغرام، اللي كنت شفت لافيش اللي كانت حطاتها مدام نادية، اللي كنبغي بعدا نوجه لها التحيه الكبيره اللي هي بسببها باش خولات لينا الفرصه انني اليوم نكون معكم. الحمد لله كانوا دي جوري اللي في المستوى وفي شتى المجالات، اللي منهم مدام اقصبي سلمى، مادموزيل شروق شلواطي، مسيو سيمو جوكير، مسيو محسن ناشيط، مسيو سي محمد، بوكو دو بيرسون اللي صراحه كان شرف لي انني اليوم نوقف قدامهم ويكونوا هما الجوري ديالنا. فوالا جات مشاركتي هكا، كنت دخلت صفت ميساج، درت لاسكريبسيون وفوالا دخلت شاركت وانا معكم اليوم وتاهلت الحمد لله ما بين 12 فيناليست. مروان، من بين الحوايج اللي شجعوك انك تشاركي مع فوالا ما بين الحوايج كانني انا امراه مغربيه و لا ميس سميتها ميس كافطون 2021. فوالا بيان سور غادي نبغي انا كامراه مغربيه نمثل الزي التقليدي اللي هو القفطان المغربي ديالنا احسن تمثيل، حيت الا ما مثلتوش انا احسن تمثيل ما كاينش اللي غيمثلو بيسكو انا مغربيه حره. فوالا هكا جات مشاركتي وقلت بوكوا با انني نشارك. مروه، واش لي بارو ديالك شجعوك ولا قالوك كونتر الفكره ولا؟ بيان سور الحمد لله، كنحمد الله ونشكرو على مي بارون، حيتاش بسببهم هما وسبب مي زامي وسبب بوكو دو بيرسون اللي كيشجعوني في حياتي، وصلت اللي انا واصله ليه دابا، وكيشجعوني وكيقولوا لي طموحاتك واهدافك اللي باغي توصلي ليهم طمحي ليهم وجاهدي عليهم باش توصلي ليهم. الحمد لله ديما ماما حدايا وديما ماما في جنبي، وكنبغي نقول لها شكرا شكرا بزاف، والله يخلي لكم كلكم والديكم وامهاتكم. من بين الشروط اللي كيحتاجوها لي كونديدا باش الله يدخلوا يكونوا تمام؟ دونك اول حاجه خاصك تكون متخلق، وخاص يكون فيك واحد الميزه ديال التواضع، واوسي خاصك تكون عندك واحد الثقافه اللي خاصك تكون كتعرف بها بعدا، بيسكو اننا حنايا في مسكافطون خاصك تعرف الزي المغربي ديالنا، خاصك تكون ثقافه على بلادك خارج البلاد، وبيان سور الجمال حتى هو. من بين الاعمال اللي قدمت مروه في الساحه الفنيه تقدر فوالا قدمت اعمال بزاف، دي شوتينغ دي فوتو اوسي دو فيلم وان سيري ان شاء الله غادي يكونوا قريب وغادي تشوفوهم في الشاشه المغربيه ديالنا. لي سان فيتي كون بليزير انني مثلت مع مسيو دريس الروف ومسيو سعيد ازار واوسي مدام الهام العالمي، اللي كنبغي نقول لهم ميرسي بوكو بوكو اوسي مالي لي كاسينغ اللي هو اسامه واوسي ياسين مامون، اللي كنبغي نوجه لهم تحيه كبيره كبيره بزاف. مروه، من خلال وصلتي للدومي الفينال غنشوفوك في الفينال ان شاء الله، واش انت ثقه في راسك بانك غتكوني ملكة جمال المغرب 2021 ولا لا؟ ان شاء الله بوكوا با. انا اول حاجه دايرها في راسي هي انني خاصني نكون ثقه في راسي، بيسكو انا جيت وشاركت خاص يكونوا بزاف ديال الميزات فيا ومتواجدين فيا، وفوالا يعني كانوا بصراحه بزاف ديال الناس اللي كانوا في المستوى، ولكن كنت انا ما بين المحظوظات اللي كانوا تختاروا الفينال. فوالا بيان سور كو غادي نكون ثقه في راسي، وخاص اصلا لي جوري يشوفوني ثقه في راسي باش انهم يقولوا هذه تقدر تكون ميس، تقدر تكون شرفنا وداخل المغرب وخارج المغرب. من بين الحوايج انت اللي كتشوفين في راسك انك انت ميس اصلا، من بين الحوايج اللي انت كتشوفي انا فيه وما فيش الدريه شحال؟ انا الحمد لله ما كنشوف حتى شي حاجه فيهم في كاع البنات، حيت كاع البنات زوينات. كاين الاختلاف، يقدر يكون الاختلاف يشوفوا لي جوري، ما نقدرش انا نحكم، حيت انا بحالي بحال كاع البنات جيت وشاركت وكان عندي واحد الهدف انني نوصل لافينال بوكوا با ان شاء الله ندي لا ميس. ففوالا يعني كانت مشاركتي بحالي بحال اي وحده، ولكن بيان سور لي جوري ما غيشوفوا فيك واحد الميزه ولو تكون غير صغيره على البنات الاخرين، ديك الساعه غادي يختاروك. مروه، بغيت نعيشك شويه في المستقبل، الا ديتي ميس كي غتكون رده الفعل ديالك؟ غادي نكون فرحانه بزاف، بريميرمون حيت غنمثل الميس كافطون ان شاء الله احسن تمثيل، وعندي طموح ديال انني نخدم بها في غادي هي بيان سور كتخول لك بزاف د الحوايج، ومنهم انني ندير بزاف ديال الاعمال الخيريه، وبيان سور انني نعاون بزاف ديال الناس، وانني نمثلها في دي ديفيلي دي دي شوتينغ بوكو تشوز اللي فريمون غنكون ديك الساعه فرحانه بزاف انني غادي نمثلها. الرساله الاخيره
رسالتي اللي غنبغي نقولها هي ميرسي بوكو بوكو بعدا على لو طون ديالكم، ميرسي على كاع التعب ديالكم معنا وعلى كاع ليكيب اللي كانت اليوم، وانا فرحانه بزاف 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 انني اليوم متواجده معكم. والحاجه اللي غنقدر نقولها لكم هو اللي عنده شي هدف واللي عنده شي طموح يجاهد، وان شاء الله ربي ما عمره كيخيب شي واحد عنده شي حاجه بغى يوصل ليها. السلام عليكم، معكم سكينة ايت وكريم، مشاركة في ميس كافطون 2021. قلت علاش لا ما نشاركش في ميس كافطون، والحمد لله اليوم انا ملي غانيونت اللي تختاريت، وانا اليوم جد فخورة وسعيدة لانه حضرت معكم اليوم ومشاركة في هذه المسابقة. هذه البروت اللي شفتهم فيا وانه انا كنشوف راسي يعني عندي مؤهلات وكيعجبوني الاضواء وكذلك عجبني القفطان المغربي انه نمثلوا احسن تمثيل. بصراحه كنتي شاركتي من اجل تمثيل القفطان المغربي احسن تمثيل، ولا شاركتي بانك انت تسلط عليك اضواء مثل فنان؟ شاركت باش نمثل القفطان المغربي احسن تمثيل ونكون عند حسن الظن ديال الجمهور ديالي وديال المتتبعين ديالي، ونمثل المغربيه بيان سور. من بين الاشياء انت اللي شتي في راسك وقلتي انا غندي احسن من دابا انت جيتي وشتي لي كونديدا، شتي كل وحده وكيفاش دايره انت؟ واش تقتي في راسك وكملتي، ولا قلتي لا انا جمال ديالي ما كافيش، ولا قلتي ما بين الحوايج اللي خلاوك تيت؟ ما بين الحوايج اللي خلاوني ان بيان سور يعني عندي حقي في الجمال، في الثقافه ديالي، يعني بزاف ديال الحوايج، يعني بزاف ديال الحوايج، ماشي بالضبط انه نكون زوينه، يعني نكون مثقفة قارية يعني دارسة، عارفة بزاف ديال الحوايج، لأنه كنشوف ماشي جو الجمال بوحدو راه كافي، يعني بزاف ديال الحوايج. نقدروا نشوفوا مثلا ملكة الجمال بزي تقليدي بفولار بجلابة بالغينة، نقدروا نشوفها ولا هادشي؟ لا ما يمكنش نشوفوا يعني ملكة جمال، يعني ملكة جمال راه خصك تشوفها بالزي المغربي كما هو، يعني ما يمكنش نشوفوها يعني بزيف، او علاش علاش كنحيدوا الزيف او هذا، يعني كيجي بلاصه التاج، يعني التاج راه شي حاجه يعني. اذا نتوما في الميس كافطون كونتر الزيف نتوما؟ ايه كونتر الزيف، يعني من ناحية الجمالية المرأة ما كيبينش شعرها وما كيبينش الفورم ديال وجهها وما كيبينش الشغم ديالها، بزاف ديال الحوايج. كنبغي نقول للجمهور ديالي انه نمثل المرأة المغربية ونمثل القفطان ان شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم، وشكرا لكم بزاف. كلمة موديل يعني انت اللي كتشوف طويلة يعني فيها فورما ديال مانكا، وكيجي معايا قفطان مغربي. خطوات لي من في البداية ديالو كيفاش شاركتي؟ خطوات يعني طلع لي ميس قفطان في 2021 انستغرام، قلت لي الباج ديالو درس معايا صافي، صارت الفوتوز ديالي كموديل لي شوتينغ اللي كنعمل بروفيسيونيل، وصافي عجبتها وصارت فيديو وشاركت مسابقة ومشيت والحمد لله تقبلت في فينال. مع العلم انك جيتي من مدينة البوغاز طنجة؟ من مدينة طنجة، جيت من طنجة سانكازا، والحمد لله ربحت ان شاء الله يا ربي، وعلاش لا نكون انا ميس قفطان 2021. ما قلتيش انك تجي من طنجة لكازا على قبل؟ كاين عندي طموح، بغيت نوصل لشي حاجات كبار ان شاء الله يا ربي. ملي دخلتي وصلتي الفينال شتي لي كونديدا ديالك اللي معاك، ما بين الحوايج اللي شتيهم في لي كونديدا ومشيتيش من كنتي، واللي فكنتي وما فيش لي كونديدا، الحوايج الفرق ما بيناتكم ما بين لي كونديدا؟ صراحة كل واحد كيتميز بواحد الحاجة، فهمتي؟ يعني لي كونديدا كل واحد وهاديك ديالو، كل واحد والجمال ديالو، كل واحد فهمتي، كل واحد طريقة الهضرة ديالو، كل واحد اللبس ديالو، يعني والحمد لله أنا تختاريت من لي كونديدا اللي كانوا. الأشياء اللي كتميزك أنت على لي كونديدا؟ كاملين مزيونين يعني، حقاش كاين كيما شفنا حنايا كاين الطول كاين القصار كاين بنات قصارين فوالا صامر شاركوا يعني، وكاين بنات جاو شاركوا يعني مثلا 60 يعني عندهم 15 14 يعني ما كانوش ما كملوش في المسابقه، كاين بنات قصارين كاين بنات يعني عاديين فهمتي، مي انا اختاروني ما بين هذا 40 واحد ما بين 12 واحد، يعني اختاريت ك يعني الطاوله فورما جمال
وبالنسبه للثقافه ويعني وبزاف ديال الحوايج. ملي كنت تحدثتوا على ملك الجمال كنربطها بالجمال، ولكن هنا ملي جيتي انت كاع ما قدرنيش انك غير ربطها بشي حوايج مثل الثقافه عامه مثل المستوى الدراسي بزاف الحوايج. ضروري ماشي يعني كيديو على الجمال، كيديو على الثقافه، كيديو على طريقه الكلام، على يعني على بزاف يعني بزاف ديال الحوايج باش من نيفو عندك بزاف ديال الحاجات. هنا نسافروا بك شويه للمستقبل ان شاء الله. لا ديتي ان شاء الله ميس كوفتو 2021 كي غتكون ردة الفعل ديالك ان شاء الله يا ربي. نكون فرحانه وبزاف وشرف لي كبير، ونزيد نهادك بالقفطان المغربي ونزيدوا شي بصمه خاصه بيا وان شاء الله يا ربي. وبغيت نعمل شي جمعيه خيريه حيت انا ستيليست كما قلت لك، بغيت نعدل يعني شي حاجه نعاون يعني الناس الدراويش، نعلمهم يعني اي حاجه كتخص القفطان المغربي، مثلا الطرز الرباطي التونسي اي حاجه تنبات الخياطه، المهم كلش اي حاجه كتتعلق بالقفطان المغربي بغيت نعلمها له. المشاركه ديالي في ميس كافطون اول حاجه شفتها في ستوري ديال شروق، ومن تما جاتني الفكره انني نجرب الحظ ديالي وشاركت فيها، صيفطت لي زانفورماسيون ديالي باغ ايميل والحمد لله تقبلت وصافي، وجيت دوزت الكاستينغ والحمد لله تاهلت للفينال ما بين 33 بنت. ردت الفعل ديالك ملي تقبلتي؟ صراحه في الاول كنت كنحس بالستريس بزاف، ولكن الحمد لله تقبلت وفرحت بزاف. من بين الحوايج اللي شجعوك انك تشاركي في ميسكو؟ صراحه اول وحدين شجعوني هما لا فام ديالي، خواتاتي وماما هما اللي شجعوني وصافي وجيت شاركت. غير الجمال؟ صراحه انا كشخصيا الجمال بوحدو ما كيكفيش، ضروري الواحد خاصو يكون قاري وواعي، وهادشي هو اللي كيخليه هو اللي كيزيد داك الجمال ديالو واحد اللمسه.